بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى اخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت الشقيقه وذلك بمناسبه الاحتفال بالذكرى الثالثه عشره لتولي امير دوله الكويت مقاليد الحكم فيما يلي نصها صاحب السمو الاخ الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لا يسرنا كثيرا أن نكتب إلى أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح معبرين عن أخلص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لتولي سموكم حفظكم الله مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة دعينا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم وانتم تنعمون بوافر الصحة والسعادة كما نود ان نغتنم هذه المناسبة الغالية علينا لنعبر عن اعتزازنا بدوركم الكبير في مواصلة بلدنا الكويت مسيرته التنموية الشامخة على مختلف الصعد، وتعزيز ما ينعم به من خير وتقدم ورخاء وازدهار. وإنه ليطيب لنا في هذه المناسبة أن نهنئ الشعب الكويتي الشقيق مؤكدين اعتزازنا بما وصلت إليه علاقات بلدينا وشعبين شقيقين من تطور ونماء وما يربط بيننا من أواصر الأخوة والمحبة والمودة الصادقة والتي تضرب بجذورها عميقة في تاريخ بلدينا العريق داعين المولى عز وجل أن يحفظ سموكم ويرعاكم وان يحقق للشعب الكويتي الشقيق ما يتطلع اليه من مزيد الرفعه والتقدم في ظل قيادتكم الحكيمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس وزراء مملكه البحرين